تعالوا بقى نروح عشان نتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه وكافه الانشطه اللي فيه مع زميلتنا العزيزه نورهان طماني الموجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. نورهان صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وإن شاء الله صباح سعيد، وإحنا طبعا بنبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي في أولى حلقات برنامجنا بعد منح الثقة الكاملة لقائمة كابتن محمود الخطيب في إدارة النادي الأهلي لحقبة جديدة. بنبارك طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي ونبارك لكابتن محمود الخطيب. احنا طبعا هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره نطلعكم على ابرز واهم اخبار النادي زي ما عودناكم. ويمكن اول خبر معانا خبر يهم طبعا جماهير الكره في مصر وجماهير الكره ايضا في تونس، والجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بقياده الدكتور احمد ابو عبله سلم تقرير طبي كامل للمنتخب التونسي عن حاله التونسي علي معلول والظهير الايسر لفريق النادي الاهلي بعد طبعا اصابته في المباراه الأخيرة أمام غزل المحلة في منافسات الدوري المصري، وكان تأكد إصابة اللاعب بشد خفيف في العضلة الضمة. اما بقى على صعيد منافسات الالعاب الاخرى فرجال كره اليد النهارده هيلعبوا ضد هليوبلس ضمن منافسات الجوله 17 من بطوله الدوري. كان من المفترض اقامه الجولتين كل خميس وجمعه من كل اسبوع، ولكن تم تاجيل المباراه تم تاجيل جولتين 17 وال 18 من بطوله الدوري بسبب استعدادات المنتخب الوطني لامم افريقيا لكره اليد. كمان عايزين نبارك لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بعد فوزهم أو تحقيقهم لبطولة دوري المرتبط بعد طبعا تغلبهم على فريق سبورتنج أمس بنتيجة 83-62. دي المباراة اللي يمكن كان سابقها فوز شابات النادي الأهلي على سبورتنج أيضا بنتيجة 56-43. النجمة نادين السلعاوي نجمة فريق كرة السلة لسيدات النادي الأهلي حصلت على جائزتين وهي أفضل لاعبة في البطولة وكمان هدافة نهائيات البطولة. أما بقى فريدة وائل وهي أيضا من إحدى نجمات بطولة إحدى نجمات فريق كرة السلة بالنادي الأهلي عبرت عن فرحتها بصورة كبيرة جدا بعد تحقيق اللقب الغالي، وقالت إنه علي هاشم المدير الفني كان لي أو حديثه مع اللاعبات كان لي أثر كبير جدا في تحقيق الفوز. ومستمرين معاكم ومزيدا من الانتصارات، الفريق الاول لكره اليد حقق الفوز على فريق منوف مساء امس بنتيجه 44-19. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره، ولكن قبل ما اروح للعوده مره اخرى للاستوديو بقدم التعازي للزميله العزيزه مريم سميح في وفاه المغفوره لها والدتها الاذاعيه الكبيره منيره يوسف. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. شكرا ليك، احنا بنشكر جزيل الشكر زميلتنا العزيزه نورهان طمان، وطبعا خالص التعازي لزميلتنا العزيزه والجميله والمحترمه نورهان طمان، يعني مريم سميح عفوا في وفاه والدتها، يعني ربنا يتغمدها برحمته ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه يا رب العالمين، ويربط على قلب زميلتنا العزيزه يا رب. شكرا ليك يا نورهان، والحمد لله على سلامتك. برضو نورهان كانت تعبانه شويه الفتره اللي فاتت، بس سعداء ان انت عدتي لينا مره ثانيه.